طلاب الأعزاء، النهاردة نلتقي مع محاضرة جديدة من محاضراتنا في الجنرال أناتومي، وهنتكلم النهاردة إن شاء الله على المسلز أوف ذا نيك، عضلات الرقبة. هنبتدي في المسلز أوف ذا نيك بعضلة مهمة جدا إن ذا نيك، وعضلة بنسميها استيرنو ماستويد. برضو زي ما احنا متفقين اسم العضلة بيعبر عنها، فلما أقول استيرنو ماستويد ليه سميناها كده؟ لانها هتبقى واخده اورجن من الاسترنوم، وكمان هتبقى واخده اورجن او عامله انسرشن في الماستويد بروسس، فهي اتاتشد للاسترنوم واتاتشد للماستويد بروسس. والحقيقه هي واخده اورجن اضافي كمان من الكلافيكل، عشان كده بعض الاحيان بدل ما نسميها استرنو ماستويد نسميها استرنو كليدو ماستويد. الاثنين هما ده عشان نبين كل الاتاتشمنتس بتاعه المصل. فلما نيجي نشوف الاسترنو ماستويد او استرنو كليدو ماستويد هنلاقي انها واخده اورجن باي تو هيدز، واخده اورجن من مكانين مختلفين. زي ما انتم شايفين في الاورجن ليها هيد هنا طالعه من الاسترنوم وليها هيد هنا طالعه من الكلافيكل، الاسترنال هيد اند ذا كلافيكولر هيد. الاسترنال هيد دي طلعت منين؟ الاسترنال هيد دي طالعه بنقول فروم ذا فرونت اوف ذا مانوبريوم استرناي. احنا اتفقنا ان الابر بارت اوف ذا استرنوم اسمه مانوبريوم، so the sternal head takes origin from the front of the manubrium sternae. بينما الكلافيكلر هيد طبعا اسمها كلافيكلر هيد يبقى اكيد واخده اورجن منين؟ من الكلافيكل. طب هل خدت اورجن من كل الكلافيكل؟ لا، خدت اورجن فقط من الميديال 1/3 of the clavicle، التلت الميديال بتاع الكلافيكل. so the sternomastoid takes origin by two heads, sternal head from the front of the manubrium sternae and clavicular head from the medial 1/3 of the clavicle. وطلعت الاسترنوماستويد upwards to be inserted in the mastoid process of the skull. Get inserted هنا in the mastoid process of the skull. يبقى تاني this sternomastoid muscle takes origin by sternal head from the front of the manubrium sternae, takes origin by another head called the clavicular head from the medial 1/3 of the clavicle, and it ascends upwards to get inserted in the mastoid process of the skull. احنا متفقين في اي عضلة لازم بنعرف لها origin وinsertion، وبنعرف كمان nerve supply and action. لما نجي للسترنوماستويد اقول لكم هو النيرف سبلاي بتاعها مين؟ this muscle is supplied، النيرف اللي هيغذيها عشان تعمل انقباض او تعمل contraction هو spinal accessory nerve. ولو سألنا نفسنا مين هو الاسباينال اكسسوري نيرف، this is the 11th cranial nerve. قبل كده واحنا بنتكلم في المحاضرة السابقة على المسلز اوف ذا اي قلنا ان احنا عندنا cranial nerves عددهم 12 12 pairs خارجين من البرين. اتقابلنا واحنا بنتكلم على المسلز اوف ذا اي على الاوكيلوموتور نيرف الثيرد cranial نيرف، الابديوسنت الرابع، التروكلير الرابع، الابديوسنت السادس. النهارده بنقابل نيرف اخر من الكرينيال نيرف هو السباينال اكسسوري نيرف اللي بيغذي هذه الاسترنوماستويد. طيب هذه العضله القويه جدا على فكره احنا نقدر نمسكها في السايد اوف ذا نيك، نقدر نمسكها تحت وهي نازله او هي موجوده تحت قرب الكلافيكل نقدر نحسها. المسل دي ايه الاكشن بتاعها؟ الاكشن بتاعها هيختلف لو شغلنا المسل في ناحيه واحده او شغلنا الليفت اند رايت ماسلز. لو شغلنا الليفت اند رايت ماسلز، لو شغلنا المسل في ناحيه واحده تعمل حاجتين. اول حاجه it bends the head to its own side، يعني لو هي كده تقوم مميله الراس ناحيه الكتف بتاعها، يعني تميل الراس ناحيه الكتف بتاعها. والحاجه الثانيه ان لو المسل دي اشتغلت هتلف الفيس تو ذا اوبوزيت سايد، هتخلي الفيس يتجه الناحيه اليمين. يبقى if one muscle contracts alone it bends the head toward the shoulder، هتلف الراس ناحية الكتف في ناحية نفس الناحية وتلف الوجه للجهة الأخرى. إنما لو الاتنين عملوا contraction مع بعض they pull the head forward، شدوا الراس للأمام and flex the neck، يدوا الرقبة للأمام. تعالوا عشان نفهم الأكشن بتاعها تعالوا نشوف المنظر ده. يعني لما نيجي نشوف هنا كده هذا الشكل، انا لما اجي اشوف هنا ادي الاكشن بتاع المسل. زي ما قلنا لو اشتغلت في ناحيه واحده هي هتلف
الفيز تو ذا اوبوزيت سايد. احنا بنتكلم على مين؟ مين اللي اشتغلت هنا؟ اللي اشتغلت هنا هي اليمين. فلما اليمين تشتغل it turns the face to the opposite side. لما اليمين يشتغل it turns the face to the opposite side. طيب وتعمل ايه تاني؟ حاجة تانية هتعملها it bends the head toward the shoulder. It bends the head toward the shoulder. لما هنا ده الاكشن بتاع الشمال، لما الشمال تشتغل هتميل الراس ناحية الكتف. يبقى تاني في ناحية لما بتشتغل الشمال هتميل الراس ناحية الكتف وتلف الفيس to the opposite side. طب لو جم الاتنين اشتغلوا مع بعض at the same time هيعملوا لي الاكشن ده. لو جم الاتنين اشتغلوا مع بعض هيعملوا لي هذا الاكشن. هذا الاكشن اللي هو bending the head forwards او بيعملوا flexion of the neck. يبقى تاني لو one muscle acts alone، لو one muscle acts alone أول حاجة بتعملها لي it bends the head toward the shoulder. يبقى تاني لما الشمال هنا اشتغلت ميلت الراس ناحية الكتف. طيب وبتعمل حاجة تاني لو اشتغلت لوحديها، لو اشتغلت لوحديها زي ما اتفقنا هنا اليمين هي اللي بتشتغل، فلما اليمين اشتغلت it turns the face to the opposite side. واتفقنا لو الاتنين اشتغلوا at the same time هيعملوا لي هذا الاكشن. لو الاثنين اشتغلوا at the same time they will bend the head forwards، هيخلوا الراس تلف للامام بالمنظر ده. اللي بيعملوا ده بنسميه the flexion of the neck. طيب اتمنى كده نكون فهمنا الاكشن بتاع الماسترنومستويد. تمام. طيب بعد ما عرفنا الاكشن اوف ستيرنوموستويد وكلمنا على الستيرنوموستويد، تعالوا نتكلم على حاجه تانية. بعد الستيرنوموستويد طبعا المنظر تاني بيبين ازاي ان المصل بتلف الفيس تو ذا اوبوزيت سايد. طبعا باين هنا المصل اهي دي لما الشمال لما عملت كونتراكشن لفت الفيس تو ذا رايت سايد، واليمين لما عملت كونتراكشن لفت الفيس تو ذا ليفت سايد. خدوا بالكم لو انت عملت الاكشن ده تقدر تحس الاسترنوموستود، تقدر تمسكها في المنطقه دي لو انت لفيت راسك لجهه من الجهتين. طيب خلصنا الاسترنوموستود، نيجي لمعلومه مهمه جدا. الاسترنوموستود اللي موجوده هنا في النيك دي بتقسم للنيك لتو تراينجلز. يعني لو بصينا المصل دي اهي قسمت السايد اوف ذا نيك جانب الرقبه الى انتيرير ترانجل مثلث امامها وبوستيرير ترانجل مثلث وراها. هنلاحظ ان الانتيرير ترانجل الايبكس بتاعه لتحت والبيز بتاعه لفوق، قمته لتحت وقاعدته لفوق، بينما البوستيرير ترانجل الايبكس اباف اند ذا بيز بيلو. عشان كده هنقول ذا سترنوموستويد ديفايز ذا سايد اوف ذا نيك انتو تو ترانجلز. التو ترانجلز دول مين؟ ترانجل امام الاسترنوموستويد which is the anterior triangle lies in front of the sternumostoid and posterior triangle and the posterior triangle lies behind the sternumostoid. طيب تمام. تعالوا نعرف معلومة أخرى. في عظمة موجودة عندنا اسمها هايويد بون. العظمة اللي عندنا هنا دي اسمها هايويد بون. إيه الهايويد بون دي؟ عظمة صغيرة جدا، عظمة صغيرة جدا موجودة in the front of the neck في الأمام بتاع الرقبة. والهايد بون دي small U shape bone زي ما انتم شايفين شكلها U shape، شكل ال U located just superior to the larynx. احنا عندنا في الرقبة الحنجرة. طب والحنجرة أو اللارينكس دي بعرفها ازاي؟ هتلاقي في حتة بارزة في منتصف الرقبة دي اللي بنسميها آدمز أبل أو تفاحة آدم. خدوا بالكوا ادمز ابل او تفاحة ادم دي عبارة عن غضروف من غضاريف الحنجرة اسمها ثايرويد كارتلج. ادمز ابل دي اللي احنا بنشوفها في الفرونت اوف دي نيك، احساسنا بتفاحة ادم موجود في الجبهة من الامام. وطبعا تفاحة ادم دي بتبقى اكثر بروزا ان ميلز اكتر عنه ان فيميلز. فوق الثايرويد كارتلج اللي هي تفاحة ادم دي بلاقي هذه العظمة الثيرويد كارتلج دي، احنا اتفقنا واحدة من غضاريف الحنجرة. So the hyoid bone is a small U-shaped bone located just superior to the larynx فوق الحنجرة مباشرة.
هذه العظمة بقى ليها حاجة غريبة قوي. It does not articulate with any other bone. احنا عادة لما بنلاقي عظمة بنلاقي عظمة بتعمل joint مع عظمة تانية وعظمة بتعمل joint مع عظمة تانية وهكذا. يعني شفنا الهيومرس عاملة joint مع الاسكابيلا وعاملة joint مع الريديس والألنا. شفنا مثلا الريديس والألنا عاملين joints مثلا مع الكاربال بونز. العظمة دي الحقيقة ما عملت joint مع ولا عظمة تانية. But it is suspended from the skull by styloid ligament. اللي مثبتها في مكانها ليجمنت نازل من السكال, نازل في السكال شابك في السكال في الستايلويد بروسس ونازل شابك في الهايد بون. هذا الستايلويد ليجمنت معلقها في مكانها باتاتشمنت مع السكال. هو احنا ليه اتكلمنا على الهايد بون؟ ايه المناسبة ده؟ احنا جايين نتكلم على المصف ده نك. هقول لكم ليه. لان الهايد بون دي هنلاقي فوقيها ان ده نك فور ماسلز بنسميهم سوبرا هايد ماسلز, وهنلاقي تحتيها in the neck four muscles هنسميهم infrahyoid muscles. يبقى أنا هلاقي in the front of the neck أو in the neck in general أربع عضلات فوق الهايد بون هسميهم suprahyoid muscles وأربع عضلات تحت الهايد بون هسميهم infrahyoid muscles. تعالوا نتكلم بقى على suprahyoid muscles ثم نتكلم على infrahyoid muscles. suprahyoid muscles عبارة عن أربع muscles. أولهم العضلة دي, والعضلة دي اسمها داي جاستريك. داي أول ما نلاقي داي زي ما نلاقي باي, داي أو باي يعني اتنين. فعندنا هنا الداي جاستريك مصل. الداي جاستريك مصل ليها تو بيلز أو تو فليشي بارتس أو كأنهم عضلتين, آدي واحدة هنا وآدي واحدة هنا. الجزء الأمامي ده بسميه أنتيرير بيلي والجزء الخلفي ده سميه بوستيرير بيلي. ده الانتيرير بلي وده البوستيرير بلي. طيب هي الدايجاستريك ماسل اللي ليها تو بيلز دي خدت اورجن منين؟ ادي الانتيرير بلي خدت اورجن منين؟ خدت اورجن من اللور بوردر اوف ماندبل. يبقى الانتيرير بلي اخدت اورجن من اللور بوردر اوف ماندبل. ادي الانتيرير بلي خدت اورجن من اللور بوردر اوف ماندبل. طيب البوستيرير بلي دي خدت اورج منين؟ انتوا عارفين الحته دي اسمها ماستويد بروسس. هي خدت اورج من الماستويد بروسس بس مش من الاوتر سيرفيس بتاعها, من السطح الداخلي اللي بنسميه ميديال سيرفيس اوف ماستويد بروسس. يبقى البوستيرير بلي اوف دايجاستريك اخدت اورج منين؟ اخدت اورج من السطح الداخلي بتاع الماستويد بروسس اللي بسميه ميديال سيرفيس اوف ماستويد بروسس. يبقى تاني, the digastric is a muscle that has two heads. Anterior belly خدت origin من lower border of mandible و posterior belly خدت origin من deep surface أو medial surface of the mastoid process. جد الانتيرير بلي هنا والposterior belly هنا تقابلوا هما الاثنين في هذا التندون المتوسط. عشان كده بنقول ان التو بلز ميت at the intermediate tendon, يعني كأنهم ده الأورجن هنا وأورجن هنا بس الانسرشن في هذا التندون المتوسط الانترميديت تندون. وده لازم نثبته في عظمة فثبتناه في الهايويد بون. So the two bellies of the digastric are inserted by meeting at the intermediate tendon. هذا التندون المتوسط, واتفقنا تندون يعني cord of fibrous tissue, حبل من الفايبرس تيشو. وثبتنا هذا الانترميديت تندون بفايبرس تيشو into the hyoid bone. طيب ايه الاكشن بتاع العضلة دي؟ العضلة دي لما تنقبض هتقصر, لما تقصر تطلع لفوق, لما تطلع لفوق هتشد الفايبرس تيشو ده لفوق, لما تشد الفايبرس تيشو ده لفوق هتشد مين لفوق؟ الهايد بون. يبقى شغلانة من شغلانتها انها بترفع الهايد بون. امتى بنعوز نرفع الهايد بون؟ الحقيقة الهايد بون دي اثناء البلع بتطلع وبتنزل كجزء من عملية البلع. يبقى اول حاجة ان الدايجاستريك دي شغلتها الاساسية elevation of هايد بون. حاجة تانية الانتيرير بلي لما تنقبض لو ثبت الانسرشن وقربت الاورجن الانسرشن تقولي ده مش منطقي, ده عمرك ما قلت لك انت دايما بتقول المصل لما تعمل كونتراكشن اقرب انسرشن اورجن. بس احيانا القاعده دي بتختلف. فلو ثبتت الانسرشن وقربت الاورجن الانسرشن هتعمل ايه في المندبل؟ تنزله لتحت, تعمل فيه ايه؟ ديبريشن, تشده لتحت, تعمل ديبريشن في المندبل.
طب ديبريشن الماندبل يعني ايه بالظبط؟ بلغتنا احنا بنفتح الفم. انت لما حضرتك تيجي تفتح الفم بتعمل ديبريشن في الماندبل. يبقى العضله دي او دايجستك مثلا عملت شغلانتين، لما التو بيلز يشتغلوا مع بعض ويقصروا يعملوا كونتراكشن ويقصروا هيطلعوا لفوق. تخيل دي لما تقصر هتطلع لفوق، فتسحب الفايبرس شيت ده لفوق، فتسحب الهايد بون لفوق، يبقى عملت اليفيشن الهايد بون. الانتيرير بيلي فقط لانها اتاتش في الماندبل تعمل ديبريشن ان ذا ماندبل. سو the action of the digastric muscle is number one raises the hyoid bone during swallowing، زي ما اتفقنا احنا بنرفع الهيد بون اثناء البلع. ثانيا depresses the mandible if the hyoid bone is fixed. نيجي للنيرف سبلاي، هنلاقي حاجه غريبه شويه. الانتيريور بيلي واخده نيرف سبلاي من نيرف اسمه مايلويد نيرف، ده برانش من المانديبلر نيرف، بينما البوستيرير بيلي واخده نيرف سبلاي من الفيشل نيرف. يبقى انا عندي هنا الانتيرير بيلي هتاخد نيرف سبلاي من نيرف اسمه مايلويد نيرف، ده برانش من المانديبلر نيرف، بينما البوستيرير بيلي هتاخد نيرف سبلاي من نيرف اخر اسمه الفيشل نيرف. ممكن واحد يسالني هي مش عضله واحده؟ اقول له اه. يقول لي طب وليه تاخد نيرف سبلاي من تو نيرفز؟ ما هو كفايه نيرف واحد. الحقيقة تفسير ده يرجع إلى الإمبريولوجي أثناء تكوين الجنين. الأنتيرير بيلي طلعت في الجنين من ستراكشر معين، والبوستيرير بيلي طلع في الجنين من ستراكشر آخر. هنعرف الكلام ده في المستقبل إن شاء الله. الستراكشر اللي إداني أنتيرير بيلي كان بيتغذى بالمانديبلر نيرف، والستراكشر اللي إداني البوستيرير بيلي كان بيتغذى بالفيشر نيرف. فنتيجة ان التو بيلز في الامبريولوجي طلعوا من مصادر مختلفة اثناء تكوين الجنين، كانت النتيجة ان كل وان اوف ذا تو بيلز اوف ذا ديجستيك خد نيرف سبلاي مختلف. الكلام ده في غاية الاهمية، فلازم تبقى عارف ان الانتيرير بيلي اوف ديجستيك is supplied by the mandibular nerve ببرانش اسمه مايلويد نيرف، بينما البوستيرير بيلي اوف ديجستيك is supplied by the facial nerve. دي أول عضلة في السوبراهيويد ماسلز. نيجي للعضلة التانية، العضلة التانية هي دي اسمها المايلوهيويد ماسل. ده المندبل من الداخل، احنا بنبص للمندبل كده من جوه. المايلوهيويد نقدر نقول دي عاملة الفلور اوف ذا ماوس، يعني هي اللي موجودة تحت قاع الفم. يعني لو أنا عندي المندبل كده، دي العضلة اللي ورا المندبل تحت المندبل كده، دي اسمها مايلوهيويد. طب المايلويد طبعا دي اليمين ودي الشمال، دول التو مايلويد ماسلز. المايلويد خدوا اورجن منين؟ خدوا اورجن من المندبل. منين من المندبل؟ من خط موجود هنا في المندبل اسمه مايلويد لاين. احنا خدنا في الانر سيرفيس اوف ذا بودي اوف ذا مندبل وي هاف مايلويد لاين، فادي المايلويد ماسل خدت الشمال، خدت من ليفت مايلويد لاين، واليمين خدت من الرايت مايلويد لاين. طب انسرتد فين؟ قربوا الاثنين من بعض وعملوا انسرشن في ده. ده اللي هو ايه؟ ده اللي بنسميه ذا مايلوهيويد رافي. عد علينا الكلمه دي قبل كده في المسلز، قلنا المايلوهيويد رافي. المايلوهيويد رافي ده عباره عن ميديان فايبرس تيشو ريسيفينج ذا انسرشن اوف تو فليشي ماسلز، وهذا المايلوهيويد رافي يمتد من السيمفيسز من تاي اللي في منتصف المندبل وينزل شابك في الهايد بون. يبقى هذه المايلويد مسل اخذت اورجن من المايلويد لاين اوف ذا مانديبل وانسرتد في هذا المايلويد رافي الممتد من السيمفيسز من تاي اللي في وسط المانديبل لغايه الهايد بون. مين النيرف سبلاي؟ متهيألي مش معقول يبقى اسمها مايلويد مسل وتاخد نيرف سبلاي من نيرف اخر غير المايلويد نيرف. يبقى هي خدت من المايلويد نيرف اللي هو برانش من المانديبلر. مين تاني خد من مايلويد نيرف؟ اللي خد من مايلويد نيرف ايضا الانتيرير بيلي اوف دايجستريك. يبقى كده المايلويد لعب لعبتين هنا، ادى الانتيرير بيلي اوف دايجستريك وادى المايلويد ماسل. تمام، اكشن اوف مايلويد ماسل. طيب الاورجن هنا والانسرشن هنا، لما تقرب الانسرشن للاورجن elevates the hyoid bone during swelling زي الدايجستيك، رفعت الهايد بون.
حاجة بقى تانية، لو ثبتت الانسيرشن اللي هنا وقربت الاورجن انسيرشن زي ما قلت لكم، يبقى هتنزل المندبل اللي تحت، يبقى ديبريسز ذا مندبل. يبقى التو اكشنز دول زي الدايجستك عملت اليفيشن هايد بون اثناء البلع، عملت ديبريشن المندبل عايز افتح الفم. حاجه ثالثه لانها موجوده تحت الماوث بنقول ات سبورت ذا فلور اوف ذا ماوث، عامله هي المصل اللي تحت قاع الفم، وبالتالي هي بتعمل سبورت او دعامه لقاع الفم او الفلور اوف ذا ماوث. دي العضله الثانيه في السوبر هايد ماسلز اللي هي المايل هايد ماسل. العضله الثالثه اسمها جينيويد، عضله صغيره بقى دي اللي هي جينيويد، ادي اليمين والشمال. بنقول اتلايز ديب تو مايل هايد، تقولي دي باينه سوبرفيشال لوكو، لا احنا هنا بنبص المايل هايد من فوق، لكن المايل هايد الاندر سيرفيس اللي مش باين هنا ده متغطي بالسكين تحت السكين، فهي هنا الجينيويد موجوده ديب للمايل هايد، يعني اباف ات، يعني وانا واقف كده المايلويد هتبقى موجوده في قاع الفم وفوقيها الجينيويد. اللي تحت المايلويد يعتبر سوبرفيشال لانه تحت السكين اقرب للسكين، بينما اللي فوق المايلويد يعتبر ديب اباف ايت او ديب لانه ابعد من السكين. يبقى لما اجي اسالكم المايلويد والجينيويد مين فيهم سوبرفيشال ومين ديب، هتقولوا لي المايلويد سوبرفيشال لانها موجوده تحت السكين او اباف السكين مباشره، بينما الجينيويد هي الديب لانها ديب للمايلويد. طيب جينيو هايويد خدت اوريجين منين وانسرتت فين؟ خدوا بالكم المصل بتعبر هي جايه منين ورايحه فين. جينيو خدت اوريجين منين؟ خدت اوريجين من جينيال تيوبركلز. جينيال تيوبركلز دول موجودين في الانر اسبيكت اوف ذا ميدل اوف ذا ماندبل، عشان كده سميناها جينيو. خدت اوريجين من جينيال تيوبركلز اللي في المنتصف في الانر سيرفيس اوف ذا بودي اوف ذا ماندبل. ونزلت الجينويد انسرتد فين؟ في الهايد بون. نزلت انسرتد في الهايد بون. طيب الاكشن يبقى ايه؟ هقرب الانسرشن للاورجن، تعمل لي اليفيشن هايد بون، هقرب الاورجن للانسرشن هتعمل ديبريشن الماندبل. انا معاكم، احنا هنا خالفنا القاعده شويه، القاعده كان دايما بتقول العضله لما تعمل كونتراكشن تقرب انسيرشن اورجن، لا هنا بنقول العضله لما تنقبض ممكن اقرب اورجن انسيرشن او انسيرشن اورجن على حسب الاكشن العامل اللي عايز اعمله. يبقى دي عملت نفس الاكشن بتاع الدايجستك، عملت نفس الاكشن بتاع المايلويد، ديبريشن للماندبل اليفيشن الهايد بون. طب والنيرف سبلاي؟ النيرف سبلاي بتاع الجينيويد ده غريب شويه. مين اللي هيديها نيرف سبلاي؟ سي 1 فايبرز. سي 1 ده اللي هو ايه؟ فيرست سباينال نيرف. في المستقبل ان شاء الله هنعرف ان احنا عندنا مجموعه من الاعصاب خارجه من البرين اسمهم كرينيال نيرفز، ومجموعه ودول عددهم 12 بيرز 12 زوج، ومجموعه من الاعصاب خارجه من السباينال كورد ودول بنسميهم سباينال نيرفز، دول بنسميهم سباينال nerves ودول عددهم 31 pairs. يبقى عندي 12 pairs of cranial nerves خارجين من البرين، تعرفنا على الثالث وتعرفنا على الرابع وتعرفنا على السادس وتعرفنا على 11، وعندنا 31 pairs of spinal nerves خارجين من spinal cord، دول بنسميهم بالأرقام. يعني C1 ده اللي هو the first spinal nerve، C2 the second spinal nerve، وهكذا. ليه C؟ لأنه خارج في النك في السيرفايكال ريجن، كيش سميناه سي. يبقى النيرف سبلاي بتاع سي 1 بتاع الجينيويد هيبقى سي 1 فايبرز اللي هو الفيرست سباينال نيرف، ولكن سي 1 اللي عايز يغذي الجينيويد ده نيرف خايب شويه، خايب شويه، جاي يروح للجينيويد بنفسه ما عرفش يوصل بنفسه. سي 1 ده حاول يغذي الجينيويد بنفسه ما عرفش يوصل بنفسه، فدور كده على عصب اخر ماشي جنب الجينيويد، لقى مين رايح هناك في المنطقه دي؟ رايح يغذي التانج، الهايبوجلوسال نيرف. ده على فكره الكرينيال نيرف لل 12. فالسي 1 قال للهايبوجلوسال نيرف ممكن حضرتك تاخدني في السكه وانت رايح للتانج تغذيه، تاخدني في السكه وترميني للجينيويد؟ فالهايبوجلوسال نيرف قال له اركب مفيش مشكله تعالى معايا. فالهايبوجلوسال نيرف بيبقى ماشي في المنطقه دي رايح للتانج، وهو رايح للتانج شال ايه معاه؟ السي 1 فايبرز. بس قبل ما يوصل هو للتانج كان رمى السي 1 فايبرز لمين؟ للجينيو هايويد. يبقى الجينيو هايويد النيرف سبلاي بتاعها هو سي 1 فايبرز
اللي وصل للعضلة عن طريق الهايبوجلوسال نيرف. يبقى C1 فايبرز وصلت للجينيويد عن طريق الهايبوجلوسال نيرف اللي اداها نيرف سبلاي. يبقى الجينيويد عبارة عن مصل صغيرة موجودة ديب للمايلويد، خدت أورجن من الجينيال تيوبركلز اوف ذا ماندبل، نزلت انسرتد في الهايويد بون، وزي ما اتفقنا النيرف سبلاي كان C1 ثرو هايبوجلوسال نيرف، والاكشن اليفيشن اوف هايد بون اند ديبريشن اوف ماندبل. رابع عضله عندنا في السوبرايد ماسلز اسمها ستايلويد، برضو زي ما بقول لكم الاسامي معبره، ستايلو لانها جايه من الستايلويد بروسس، وهايود لانها نازله للهايد بون. فالستايلويد ماسل سمول ماسل ذات لايز الونج ذا ابر بوردر اوف بوستيرير بيت اوف ذا جاستريك، يعني ادي البوستيرير بيت اوف ذا جاستريك موجود عند الابر بوردر بتاعها او عند الحافه العليا بتاعتها، هذه الستايلو هايويد ماسل. يبقى دي البوستيرير بيت اوف ذا جاستريك، فوقيها ماشي بالموازاة ليها الستايلويد ماسل. فبنقول هي عضلة صغيرة موجودة على امتداد الحافة العليا الابر بوردر بتاع البوستيرير بيت اوف ذا جاستريك. خدت اورجن منين؟ ما تفكرش كتير، ستايلو يبقى خدت اورجن منين؟ من ستايلويد بروسس. انسرتد فين؟ ستايلويد، يبقى نازله انسرتد في الهايد بون. مين هيغذيها؟ الفيشيال نيرف. ده قابلنا قبل كده، قابلنا الفيشيال نيرف ده ادى حاجات مهمه، ادى المسلز اوف ذا فيس، وادى الاوكسيبتو فرونتاليس، ولسه حالا قايلين ادى البوستير بيلي اوف ذا جاستريك. فشيء منطقي هو الفيشيال نيرف هيدي العضلتين اللي فوق بعض دول، البوستير بيلي اوف ذا جاستريك والستايلويد. ده فيشيال نيرف. ايه الاكشن؟ قرب الانسرشن للاورجن، بتعمل ايه في الهايد بون؟ اليفيشن للهايد بون، يبقى دي الستايلويد ماسل. يبقى كده اتكلمنا على الفور سوبرايد ماسلز، اتكلمنا على الدايجستريك انتيرير بيلي وبوستيرير بيلي، اتكلمنا على الستايلو هايويد ماسل، اتكلمنا على الجينيو هايويد اند مايلو هايويد. سو ذيس ار ذا فور سوبرا هايويد ماسلز. تمام، عندنا بقى فور انفرايد ماسلز. طبعا انفرايد، سو ذيس ماسلز لاي بيلو ذا هايد بون، دول موجودين تحت الهايد بون. ادي الهايد بون اهو. مين هم الفور ماسلز؟ برضو اساميهم معبره عنهم. عضله جايه من الاسترنم ورايحه للهايد بون، دي اسمها ستيرنو هايويد، جايه من الاسترنم ورايحه للهايد بون. خدوا بالكم الكلام ده موجود يمين وشمال. جينا هنا الاسترنو هايويد قطعناها، يعني جه اختي دي الناحيه دي قطعناها، فلما قطعناها ظهر تحتيها عضلتين. عضله متجهه من الاسترنم للثايرويد كارتج اللي قلنا تفاحة آدم اللي موجودة هنا، ودي سميناها سترنو ثايرويد. وعضلة طالعة من الثايرويد كارتج رايحة الهايد بون، ودي اسميها ثايرو هايويد. يبقى عندي عضلة من الاسترنم للهايد بون، دي موجودة يمين وشمال، اسمها سترنو هايويد. لما قطعناها لقينا تحتيها عضلتين، عضلة من الاسترنم للثايرويد كارتج اسمها سترنو ثايرويد، وعضلة من الثايرويد كارتج للهايويد بون اسمها ثايرو هايويد. عندنا عضلة رابعة هنا، دي اسمها أومو هايويد. So these are the four infrahyoid muscles. تاني، الفور infrahyoid muscles عبارة عن أولا عضلة طالعة من الاسترنم ورايحة للهايد بون سميناها سترنويد. عضلة تانية جنبيها اللي احنا قلنا هنا دي الأومو هايويد، لما قطعنا الاسترنو هايويد هنا ظهر تحتيها عضلتين، عضلة من الاسترنم للثايرويد كارتلج اسمها سترنو ثايرويد، وعضلة من الثايرويد كارتلج للهايد بون اسمها ثايرو هايويد. تمام، دول الأربع عضلات. طيب نكمل كلامنا. All the infrahyoid muscles are supplied بnerve اسمه أنسا سيرفايكاليس. هذه الأربعة عضلات بيغذيهم نيرف. انسى يعني عامل زي لوب، زي خطاف كده، انسى سيرفايكاليس. مين اللي عملوا الانسى سيرفايكاليس ده؟ تلات اعصاب، C1 وC2 وC3، السباينال نيرف الاول والسباينال نيرف الثاني والسباينال نيرف الثالث، اكسبت ثايرويد، ما عدا الثايرويد. الثايرويد دي القصيره اللي هنا دي ما خدتش من الانسى سيرفايكاليس، امال خدت منين؟ خدت من C1. طب السي 1 ده وصلها ازاي؟ وصلها
زي الجينيوهيد قبل كده، وصل لها عن طريق مين؟ عن طريق الهايبوجلوسال نيرف. يبقى الاربع عضلات دول اقول النيرف سبلاي بتاعهم ايه؟ هقول الانفرايد ماسلز بياخدوا نيرف سبلاي من الانسا سيرفايكالس. ده نيرف اتعمل بايه الانسا سيرفايكالس ده يا شباب؟ اتعمل بسي 1 وسي 2 وسي 3، ذا فيرست 3 سباينال نيرفز، ما عدا عضله واحده القصيره اللي فيهم اللي هي الثايرويد، دي ما خدتش من الانسا سيرفايكالس. وما خدت منين؟ خدت من سي 1، بس احنا قلنا قبل كده سي 1 ده خايب ما بيعرفش يوصل لوحده للعضلات، فياخد سكه الهايبوجلوسال نيرف، فنقول اكسبت الثايرويد برضو هتاخد من السي 1 ثرو هايبوجلوسال. مين خد زيها من سي 1 ثرو هايبوجلوسال؟ الجينيو هايرويد. طب الانفرايد ماسلز دول شغلتهم ايه؟ لما قرب الانسرشن في الهايد بون للاورجن بتاعهم ايا كان، كلهم بيعملوا ايه في الهايد بون؟ ديبريشن للهايد بون. يبقى احنا خدوا بالكم السوبرايد ماسلز عملوا إليفيشن لايت بون، والإنفرايد ماسلز عملوا ديبريشن لايت بون. امتى بنعمل كده؟ وقت السوالينج، اثناء البلع اللايت بون دي بتطلع وبتنزل، اللي بيطلعها السوبرايد ماسلز واللي بينزلها الانفرا هايويد ماسلز. كده اتكلمنا على الانفرايد ماسلز، نسيبها وندخل لرابع حاجه موجوده في النك، عضلات اسمها بري فيرتبرال ماسلز. بري يعني بيفور، ما قبل. بري فيرتبرال عشان العضلات دي موجوده امام الفيرتبرال كولوم. خدوا بالكم هنا ده الفيرتبرال كولوم، دول السيرفايكال فيرتبري من اول سي 1 2 3 4 5 6 7 وبعد كده يبقى في الثوراسيك. هذه العضلات تقع امام الفيرتبري، عشان كده سميناهم ايه؟ بري فيرتبرال ماسلز. بري يعني بيفور او ما قبل الفيرتبري، دول قدام الفيرتبري. So these are four muscles that cover the front of the vertebral column. اربع عضلات بيغطوا الامام بتاع الفيرتبرال كولوم. They extend from the base of the skull to the thorax. يعني نازلين كده شابكين في البيز اوف ذا سكال، ده السكال. احنا هنا واخدين لونجيتودينال سيكشن، مقطع طولي او كورونال. فهما شابكين في البيزو فسكال ونازلين شابكين في الفيرتبرال كولوم، في منهم اللي هينزل لغايه النكو بس، وفي منهم اللي هينزل كمان للثوركس. Their nerve supply is by cervical nerves. دول مين اللي هيغذيهم؟ cervical nerves. ممكن C1 C2 C3، ممكن ابعد من C3 كمان، يعني بيتغذوا بالcervical nerves. طيب دول هما الاربع عضلات، اساميهم ايه؟ عندي اتنين اخوات واتنين اخوات. اتنين اخوات اسمهم ريكتس كابيتس، حينما نقول كابيتس يبقى بنقصد سكال او الباك اوف سكال كمان. العضلات دي ايه؟ واحدة شبكة في السكال بس لاترال، اسمها ريكتس كابيتس لاترالس. واحدة شبكة في السكال قدام شوية، اسمها ريكتس كابيتس انتيرير. يبقى اول اتنين في البري فيرتبرال ماسلز اتنين اخوات ريكتس كابيتس، واحدة لاترالس واحدة انتيرير. ثم اتنين اخوات اخرين اسمهم لونجس، واحدة اسمها لونجس كابيتس، برضو كابيتس عشان ناحية السكال، واحدة نازلة في طول النك كلها اسمها لونجس كولاي او لونجس سيرفيسز. So the prevertebral muscles شابكين above في mainly في السكال غالبا، ما عدا اللونجس سيرفيسز دي مختلفة شوية، نازلين من السكال، في منهم اللي يكمل لغاية الثوركس. ال prevertebral muscles قلنا supplied by cervical nerves، في منهم rectus capitis lateralis و rectus capitis anterior، ادي اتنين اخوات، وفي اتنين اخوات تانيين longus capitis and longus coli المسمى ايضا longus cervicis. دول prevertebral muscles يعني يقعوا امام الفرتبري. في بقى مجموعة اخرى اسمها lateral vertebral muscles، دول يقعوا على اجناب الفرتبري. lateral vertebral muscles دول يقعوا على اجناب السيرفيكال فيرتبري، ودول بنسميهم سكالين ماسلز. هما ثلاثة، واحدة هنا اسمها سكالينس انتيرير، وراها واحدة في النص اسمها سكالينس ميديس، وراها واحدة بوستير اسمها سكالينس بوستيرير. ثلاث اخوات، ثلاثة اسمهم سكالين ماسلز، سكالينس انتيرير وراها الميديس وراها البوستيرير. الثلاثة vertebral muscles دول group of three muscles that extend from the transverse process of cervical vertebrae. يعني دول كلهم واخدين origin منين؟ من الترانسفيرس بروسس بتاع cervical vertebrae. ينزلوا يروحوا فين insertion؟
إما في الفيرست ريب أو السكند ريب، يعني إما يروحوا للفيرست ريب أو السكند ريب، وهدفهم تو ستابيلايز ذا نيك، هدفهم تثبيت الرقبة، تثبيت الرقبة. So the three scalene muscles، طبعا في ثلاثة يمين وثلاثة شمال، طبعا ثلاث عضلات extending أو خدوا origin من transverse process of the cervical vertebrae، ونزلوا راحوا للفيرست اند سكندري وهدفهم stabilization of the neck. Their action is either flexing the cervical vertebrae laterally، يعني يميلوا الراس للجنب، or elevate the upper two ribs during inspiration، ممكن يرفعوا الضلعين الاولين وانا بعمل inspiration. انتوا عارفين وانا بعمل inspiration باخد نفس عميق قوي، فعايز اوسع الدايمترز بتاعت الثوركس، فعايز ازود طول الثوركس، فيقوموا العضلات دول يرفعوا الضلعين الاول والتاني لاعلى عشان يزودوا طول الثوركس وقت الانسبيريشن، عشان ازود مساحه اللنجز وقت الانسبيريشن. يبقى هذه العضلات شغلتهم ايه؟ يا اما بيميلوا الراس للجنب، بيعملوا lateral flexion of the neck، او بيعملوا elevation للتو ريبز during inspiration. دول هما اللاترال فيرتبرال ماسلز. نيجي لاخر حاجه نتكلم فيها في المسل ده نيك، وهي المسلز اوف ذا فارينكس، عضلات البلعوم. بصوا بقى، هذا البلعوم او الفارينكس عنده ثلاثة كونستريكتورز، وكونستريكتور جايه من كونستريكشن يعني اختناق، وعنده ثلاثة تانيين بنسميهم longitudinal muscles، ثلاثة longitudinal muscles وثلاثة constrictors. تعالوا نشوف الconstrictors. لو ده البلعوم هنا وده الجانب بتاع البلعوم، هنلاحظ فيه الآتي: في العضلة دي اسمها superior constrictor، ودي أصغر شوية middle constrictor، ودي تحت inferior constrictor. ثلاثة عضلات بينقبضوا عشان يعملوا constriction أو ضيق في الفارينكس. ده منظر جانبي، ده منظرهم من الخلف، يعني ده الباك اوف ذا فارينكس. ادي التلات عضلات الشمال والتلات عضلات اليمين، وكلهم بيتقابلوا في الميد لاين ان ذا باك اوف ذا فارينكس في هذا الخط. طبعا خط بيستقبل insertion العضلات في الميد لاين دايما بنسميه pharyngeal رافي. فبنقول على الثلاثة constrictors دول، ادي الاولى وادي التانية وادي التالتة، they have the same insertion into the pharyngeal raphe، يعني الثلاث عضلات الشمال والثلاث عضلات اليمين، يعني ادي superior والميدل اللي فيه هيكو، يعملوا insertion هنا في خط كده in the middle of the back of the pharynx اسمه pharyngeal raphe، اللي باين هنا في الصورة دي اللي هي من الخلف. but they have different origins، خدوا origin مختلف. منين؟ السوبير كونستريكتور زي ما انتم شايفين خدت اورجن من السكال وخدت اورجن من المانديبل، اهي من السكال والمانديبل. الميدل تحتيها خدت اورجن منين؟ خدت اورجن من الهايد بون. الانفير تحت خدت اورجن منين؟ من الثايرويد كارتج اللي هي جزء من اللارنكس، ومن كارتلج اخرى اسمها كريكويد كارتلج، برضو دي كارتلج اخرى من اللارنكس. يعني الانفير كونستريكتور دي خدت اورجن من اللارنكس، من الثايرويد اند كريكويد كارتلجز اوف لارنكس. يبقى in the muscles of the pharynx we have three constrictors. التلاتة constrictors خدوا origin من مناطق مختلفة. The superior constrictor خدت من the skull والمانديبل. The middle constrictor خدت origin من the hide bone. The inferior constrictor خدت من the thyroid cartilage والcricoid cartilage اللي هم جزئين من the larynx. وراحوا كده مشي وراحوا inserted in the pharyngeal raphe which lies in the middle of the back of the pharynx. طب شغلتهم ايه؟ constrictors. So they contract to constrict the pharynx. لما بينقبضوا بيفعصوا الفارينكس كده او بيضغطوا عليه. ليه؟ To push the bolus of the foot down restore the esophagus. يعني كلما ينقبضوا يزقوا كتلة الطعام اللي دخلت البلعوم، يفضلوا ينقبضوا فيزقوا كتلة الطعام عشان تنزل من الفارينكس إلى المريء أو الأسوفكس. يبقى الكونستريكتور دول شغلتهم إيه؟ دول بيشتغلوا وقت السوالوينج، أول ما بنبلع كتلة الطعام تبتدي الفارينكس تعمل كونستريكشنز أو اختناقات، تضيق 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 عشان تزق كتلة الطعام من منطقة البلعوم وتنزل بيها على الأسوفكس عشان تكمل رحلتها من الأسوفكس للستومك وهكذا. طيب دول التلاتة كونستريكتورز. عندنا في الفارينكس ثلاثة عضلات أخرى اللي بنسميهم longitudinal muscles. longitudinal يعني عضلات طولية،
مش سيركلر، مش كونسيكتور زي دول لفين حوالين الفينكس، لا دول عضلات طوليه. They have the same insertion. كلهم عاملين insertion في الثايرويد كارتلج. But they have different origins. يعني بيبتدوا من مناطق مختلفة لكن عاملين insertion في منطقة واحدة هي الثايرويد كارتلج. خدوا بالكم برضو زي الكونسيكتورز، ما الكونسيكتورز خدوا origin من مناطق مختلفة لكن كلهم كانوا inserted في الفرينج الراثي. برضو longitudinal muscles خدوا origin من مناطق مختلفة لكن في الآخر كلهم عملوا insertion في الثايرويد كارتلج، هي جزء من اللارينكس. أول واحدة اسمها stylopharyngeus، زي ما اتفقنا احنا ما بنقلفش stylopharyngeus، يبقى دي خدت origin منين؟ خدت origin من الستايلويد بروسس، خدت origin من الستايلويد بروسس stylopharyngeus، وراحت ماشية في الول اوف ذا فينكس. التاني اسمها palatopharyngeus. خدوا بالكم احنا هنا ده sagittal section في الهيد، ده سقف الحلق، بيبقى سقف الحلق هنا بيبقى فيه جزء بون وجزء soft، ففي عضله هنا نازله من السوفت بالات كده من السقف الحلق السوفت ونازله للفارينكس، دي اسمها بالاتو فارينجس، نازله من البالات من السوفت بالات. في واحده ثالثه اسمها معقرب شويه سالبينجو فارينجس، اللي هي دي. يعني ايه سالبينجو؟ سالبينجو باللاتيني يعني تيوب، قناه. احنا عندنا فاتح هنا في البلعوم في الفانس قناة اسمها يوستيكيان تيوب او اوديتري تيوب، القناة اللي هي دي. فالمصل دي واخدة اورجن من الول اوف ديس تيوب، المصل دي خدت اورجن من الول اوف ديس تيوب. اليوستيكيان تيوب او الاوديتري تيوب ربما نكون عارفين ان دي قناة بتوصل الاذن بالفانس، وهنعرف بعد كده ان هدفها معادلة الضغط الجوي على جانبي طبلة الاذن، مش موضوعنا دلوقتي. المهم نعرف ان في تيوب فتحة في الفارينكس اسمها اوديتري تيوب او السيكن تيوب. فعندي عضلة خدت اورجن من هذه التيوب، واتفقنا تيوب اللاتيني يعني سالبينكس، فالعضلة اللي خدت اورجن من اليوستيكين تيوب سميناها سالبينجو فارينجس، والعضلة اللي خدت اورجن من السوفت بالات سميناها بالاتو فارينجس، والعضلة الثالثة اللي مش باينة هنا قوي طلع من الستيرويد بروس اسمها ستايلو فارينجس. دول الثلاثه لونجيتودينال ماسلز، دول بيعملوا ايه؟ دول نازلين شابكين في الثايرويد كارتلج اللي هي جزء من اللارينكس، ونازلين في الول اوف ذا فارينكس. شغلتهم دي بول لارينكس اند فارينكس ابورد دورينج سوالوينج تو كلوز ذا لارينجال انلت. هنعرف بعد كده ان احنا اثناء البلع بيبقى مهم ان انا اقفل فتحه اللارينكس، مدخل اللارينكس، عشان الاكل ما يخش على الحنجره تبقى مصيبه لو دخل على الجهاز التنفسي. كان مهم ان انا اكون بقفل فتحة اللارينكس، اللارينجال انلت. بقفلها ازاي؟ ان اللارينكس والفارينكس هنعرف لما هيطلعوا لفوق هيقفلوا فتحة اللارينكس. يبقى التلاتة لونجيتودينال ماسلز دول شغلتهم مهمة جدا، ان هما بيسحبوا اللارينكس والفارينكس لاعلى، لما بيعملوا كده بتتقفل اللارينجال انلت او مدخل اللارينكس، حتى يمنعوا مرور الطعام حتى لا يدخل الى الجهاز التنفسي ويعمل كارثة. دول الثلاثة لونجيتودينال ماسلز. يبقى اتكلمنا في الفارينكس على ثلاثة كونستريكتور ماسلز كلهم واخدين اورجنز مختلفة لكن انسرتد ان ذا فارينجيال راثي، وكانت شغلتهم كونستريكشن اوف ذا فارينكس للضغط على الفارينكس عشان نزق كتلة الطعام في اتجاه المريء. وثلاثة لونجيتودينال ماسلز خدوا اورجنز من مناطق مختلفة، سالبينجو فارينجيس خدت اورجن من الول اوف ذا سيكند تيوب، بالاتو فارينجيس خدت اورجن من السوفت بالات، ستايلو فارينجيس خدت اورجن من الستايلويد بروسس، والثلاثه انسرتد في الثايرويد كارتلج اوف ذا لارينكس. شغلتهم اليفيشن اوف ذا لارينكس اند ذا فارينكس دورينج سوالوينج تو كلوز ذا لارينجال انلت. كده نكون اتكلمنا على المسلز اوف ذا نيك، ونصل لاجمل سلايد في نظركو اللي بنستناها بشوق كبير. ثانك يو. كده يبقى فاضل لنا في المسلز اوف ذا ديفرنت ريجنز. المره الجايه ان شاء الله في المحاضره القادمه هنتكلم على المسلز اوف ذا ترنك، عضلات الجذع، ثم بعد كده في محاضره اخرى مسلز اوف ابر ليمب، ثم في محاضره اخرى مسلز اوف لور ليمب، عشان نكون خلصنا المسلز اللي عندنا ان ذا ديفرنت ريجنز. ودي المحاضرات زي ما اتفقنا اللي هتكون معانا ان ذا ميد اكزام ان شاء الله بعد اسبوعين ان شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله وإلى اللقاء.